بصرنا نرحب بالدكتور وائل الدغلي، أخصائي أطفال في دائرة برامج الصحة العامة في مديرية صحة دمشق. يسعد صباحك يسعد صباحك وأهلا طبعا، وسهلا فيك. الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك دكتور وائل. بالبداية خلينا هيك نطلع، كل يوم عم تنزل دراسة جديدة، صحيح. كورونا مستجد، يعني كل يوم عم تتطبق شيء، دراسات حسب مثل ما ذكرنا تحت الهواء المنطقة أو البلد يلي عم يصير فيه وباء كورونا. خلينا نحكي ونضوي على هذا الموضوع، إنه الدراسات ممكن تطلع اليوم، ممكن بكرة تطلع دراسة تناقض هذا الشيء أو ضد هذا الشيء. تمام. خلينا نشرح هاي هلا. الحقيقة نحن صاير الوباء صار عالمي، كل دولة عم تلتهي بالمرضى اللي عندها، فكل دولة لها توجه معين بالنسبة للدراسات. دول بتدور تعمل دراسات على الأعمار اللي عم تنصاب، في دول بتدور دراسات تساوي على الأعمار اللي عم تتوفى، في دراسات مثلا على الدواء الناجح، في دوات اوقات في بعض الدراسات يلي بتكون يعني متناقضه كنتائج، لانه نحن لساتنا ضمن اول 3 شهور او 4 شهور من ظهور هذا الفيروس، يعني صار من شهر 12 لهلا 4 5 شهور، هي فتره مو كافيه لتعطينا نحن دراسه موثوقه على مستوى العالم. نحن بالعاده بناخذ بشيء اسمه الطب المسند بالدليل. الطب المسند بالدليل ارقى شيء فيه انه يكون في مجموعه دراسات بالعالم كلياتها غير متفقين عليها، دراسات عشوائيه الى شروط خاصه. هي الدراسات بتنتج عاده قواعد او نتائج هي يؤخذ فيها علميا كارقى دليل علمي بالطب المسند بالدليل. طيب دكتور، خلينا نحكي مثل ما قلت في دراسات كثير ومعلومات كثير حول هذا الفيروس، خلينا نحكي بخصوص الأطفال. تمام. النسبة الأكبر المصابة من الأطفال هي أنه نسبة عمرية إذا فينا نقول، بعيدا بالإضافة لمناعة الأطفال، لأنه بيقول لك مناعة الطفل هي قوية، بس كمان من مع بداية انتشار هذا الفيروس كان في معلومات غير دقيقة حول إصابة الأطفال. تمام. هلا هذا الفيروس، فيروس الكورونا، مثل اي فيروس بيصيب كل الاعمار. ما في شيء محدد انه هذا ما بيصيب الاطفال او ما بيصيب الكبار او فئه عمريه ما كان منتشر بهي زي كثافه اليوم. تمام. يعني احنا عم نحكي اليوم اصابه اكثر من 1,000,000 شخص، ما كان في هي النسبه كبيره للاطفال، يعني اول شهرين ما كان في عندك نسبه عاليه. هلا عم نشوف في تفاوت بالارقام. تمام. مثل ما قلت حسب المناطق والبلدان، فنحن عم نحاول نسال. تمام. اي سؤال بيخطر على بال المشاهدين بغض النظر اذا هذا الفيروس يصيب الطفل او يصيب الكبير. هلا نحن عم نحط المشاهد بالصوره. تمام. الاطفال تاخذ الفيروس وتصاب بالفيروس مثل الكبار، بس يتميزوا الاطفال لحكمه الهيه نحن لهلا ما بنعرف شو سببها، انه ما بتظهر عندهم اعراض شديده وصارخه، وهذا الشيء بجوز يعني هو احد الاحتمالات يلي عم تخلينا نحن ما عم نصنف انه في عدد كبير من الاطفال انه المصابين. بتعرفوا انه هدول التحاليل اللي عم تصير للمصاب لتكشف الفيروس هي تحاليل غاليه بكل دول العالم، وتجرى فقط للي عندهم اعراض، او في دول متقدمه بتجريها يعني لكل المخالطين. لذلك هلا اذا بتطلعي بالنسب يلي مصيبه يلي اصابت الاطفال بتلاقي انه الاطفال اقل، مو لانه ما عم ينصابوا، لانه الاعراض اقل وبالتالي اكتشافنا لهم اقل. مع انه الاطفال ما فيك تضبطهم، يعني ايه؟ البالغ الراشد فيك تضبطه، اما الطفل ما فيك تضبطه بشكل كامل. تمام. ما فينا نضبط. هلا نحن البالغ بصير عنده اعراض اكثر من الطفل مثل ما قلنا لسبب ما بنعرفه، فهذا حيراجعنا بسبب حراره وسعال وكذا وضيق تنفس، حناخذ من التحليل نكتشف. بجوز ابنه هو اللي اصابه مر عليه المرض وبدون ما يعطي اي اعراض. فلذلك هذا هي، ويعني عالميا كاحصائيه هي لقوا انه الاطفال عم ينصابوا مثلهم مثل الكبار، بس الاعراض اقل، الاعراض اخف، بس هن يتميزوا انه باكثر انه اكثر نشرا للعدوى. يعني الطفل ناقل. يصاب لا يعطي اعراض بس بينشر العدوى بشكل كبير، فممكن اهله ينصابوا ويعطي اعراض صارخه وشديده. نعم. بعكس كبار السن يعني اللي هن اصابتهم اقل، نشر العدوى عندهم بالنسبه لهم اقل، بس اصابتهم اشد. نعم. دكتور وائل، يعني نحن عم نشوف فيديوهات عم تنزل على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بتوجع القلب، انه ولد عمره، طفل عمره 6 شهور او عمره 3 سنين رايح على المشفى، محطوط على المنفسه لحاله بلا اهله. هذا لازم
يعني نعتبر منهم هدول الفيديوهات صحيح ونكون اكثر صحيح وعيا. اي حدا من الامهات عم يتابعنا شو لازم يعملوا لحتى يقووا مناعه جسم اولادهم لحتى يحموهم من الاصابه والتصدي لفيروس كورونا؟ صحيح. هلا المشكله نحن عندنا الاطفال لهم خصوصيه بالنسبه للامراض الانتانيه، يعني بمعنى الامراض اللي بتنتقل بالفيروسات وبالجراثيم وهيك. هدول الاطفال يعني اقل التزاما بالشروط الصحيه، تجمعاتهم فيها تقارب لصيق، يعني تلاقي الاولاد بيجتمعوا مع بعض بيقربوا، غير نحن البالغين بيكون فيها مسافه اكبر، هن بيجتمعوا بيلعبوا العاب، فاحتمال نشر العدوى بيناتهم كثير. الطفل مو كثير بيستخدم المنديل اذا بده يسعل او بده يعطس ما بيعرف، فهو لذلك بينشر العدوى بشكل اكبر. الحكومه يعني شغله حلوه انه باشرنا نحن اول شيء اذا لاحظتوا باغلاق المدارس. صحيح. لانه المدارس هي حتصير بؤر، وطفل واحد بيعدي الصف كله، والصف كله حيروح يعدي الاهل. وهون كان اول اجراء هذا حكومي صار بشكل موفق، وكاد بكل دول العالم صار انه اول شيء نحن بنسكر المدارس. نحن بالنسبه للام نحن ننصحها دائما انه الطفل هلا بهالاونه هي لازم ما يختلط مع اطفال، يعني ما بيصير نحن عاملين حجر صحي هلا شبه اختياري او طوعي بالبيت، ويطلع هالولد يلعب مع رفقاته بالحاره وبالشارع، ما استفدنا شيء يعني. ولا انه مثلا تصير في زيارات عائليه ويجتمع فيها اطفال كثير. هاي اول 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 نصيحه للام. ثاني نصيحه انه هي تحافظ على نظافته الشخصيه للطفل. الطفل اقل التزاما بموضوع النظافه الشخصيه، ما بيعرف يغسل ايديه كما يجب، ما بيعرف ينظف حاله كما يجب. الام هلا بهالفتره لازم تتدخل اكثر. لو كان الطفل متعلم نوعا ما او بالاول تاركته او مقتنعه بقدراته، هلا لازم تعلمه شلون يغسل، غسل له ايديه هو نفسه دائما، اذا سعى عطس تبعده عن اخواته. يعني هي الشروط الصحيه العامه لازم هلا نحن نطبقها بشكل اكثر. يعني ومن ناحيه الغذاء لتقويه المناعه والاكثار من فيتامين سي والاكل والتغذيه الصحيحه والصحيه. تمام. هلا نحن علميا بتطلع كثير دعايات تجاريه بالسوق على موضوع العسل والعكبر وكذا، نحن دائما بننادي انه يكون الغذاء متوازن، يعني الطفل ياخذ الغذاء كل انواع الاغذيه، بروتينات سكريات والدسم بشكل متوازن. فيتامين سي اثبت يعني له علاقه جيده بكل الفيروسات التنفسيه، مثل ما قلنا الدراسات لساتها قليله بموضوع الكورونا، لساتها جديده، بس هو الفيتامين سي اللي موجود بكل الحمضيات، مو شرط جيبه انا بشكل فوار يشربه الولد او كذا، موجود بكل الحمضيات، موجود بالطماطم بالكذا، هدول الاكلات هي حتعطي الحاجه اليوميه لفيتامين سي للطفل، وحتعمل له وقايه ان شاء الله اذا ما صارت عدوى ضد هالفيروس هذا. طيب خلينا نحكي بحال اصابه الطفل، شو هي الاعراض اللي ممكن تلاحظ عليها الام؟ ما تعتبرها هي ارتفاع حراره بسيط او مغص او الم بسيط، لانه مثل ما بنعرف الاطفال الرضع هن ما بيقدروا يعبروا بشكل صحيح او بشكل مثل البالغ الراشد. شو هي الاعراض اللي لازم تشك فيها هي اولا؟ ثانيا قديش نسبه الشفاء للطفل ممكن تكون بحال اكتشافه بوقت مبكر واخذ الاحتياطات اللازمه؟ تمام. هلا بالنسبه نحن للاعراض، مثل ما حكينا الامراض هي الفيروسيه اعراضها كثير خفيفه عند الاطفال بعكس البالغين، مشان تنتبه يعني حتى لو كانت خفيفه خليها تكون مرخص تقويه للام. تمام. لذلك لازم هي دائما اذا لاحظت اي شيء، اي عرض من نوع الحراره، من نوع بالنسبه للرضع، من نوع الزله التنفسيه بمعنى تسرع التنفس، ضعف الرضاعه، عدم القدره على الرضاعه، هي لازم دغري تراجع فيها الطبيب. موضوع الشفاء يعني نسبته كثير عاليه عند الاطفال، يعني لهلا نحن من بدايه الوباء لهلا لم تسجل اي حاله وفاه لطفل او حتى مراهق تحت ال 19 سنه من بسبب فيروس الكورونا. فالامور جيده بس بدها يعني متابعه فوريه. يعني انا ممكن طفل عندي بالبيت انا ممكن احتمال انصاب حينفد بكل، بس اذا اصاب الكبار هون المشكله. لذلك نحن وقت نقرر نحن فورا انه هذا الطفل عنده اصابه، لو ما شخصنا كورونا قريب او رشح عادي، واخذت انا الاحتياطات اللازمه، له فوطه لحاله، له ينعزل لحاله، ما ينام مع اخواته، ما يعدي حدا، هذا ممكن يكون اجراء صحيح مو لانه بشكل خطوره، لانه هو رح يكون عامل نقل فيروس بشكل كثير كبير لعائلته. الطفل مثل ما قلنا فعال، بيركض بيلعب كثير، بينشر الفيروس
يلبس بشكل جيد، بيسعل بيعطس بدون ما يستعمل المناديل، فهو ممكن يكون ناشر للعدوى بشكل كبير كثير. نعم دكتور، يعني بظل الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه السوريه بشان الحظر في التزام، ولكن بساعات يعني قليله من النهار عم نشوف انه بدي طلع اولادي يتنفسوا، خلص اختنقنا بالبيت بدنا نطلع. عم نشوف بساعات الصباح الاولى في سيارين عم تصير في حتى عم ياكلوا من برا الاولاد اذا في محل فاتح. خلينا نحكي عن خطوره هي الظاهره يلي نحن لهلا يعني ما عم نستوعب لوين وصلنا بهي المرحله، وخطوره كمان الماكولات التشيبس البسكوت قد ايه كمان بتاثر على المناعه وممكن تكون خطره ايضا بنقل طبعاً الفيروس. طبعا طبعا احنا مثل ما قلنا كل الهدف من كل القرارات هي اللي صارت سواء عنا نحن بسوريا او بكل الدول، الهدف هو منع الاختلاط. منع الاختلاط بسبب يعني لانه هو اللي بيمنع الانتشار. انتشار الفيروس وشعل وباء هيك عالمي حيصير في نسب امراض اكثر وفي وفيات اكثر. نحن هلا وقت عم نلاقي حيله مثلا نطلع نحن وعائلتين ثانيات على سيران مثل ما حكيتي حضرتك صباحا لشيء قرنه، نحن كانه هالكلات هالاجراءات هي نفيناها، واي واحد من هالعائلتين الثلاثه اللي موجودين مصاب حينشر الفيروس وما حنستفيد شيء يعني نرجع. فلذلك نحن الافضل هلا انه نضل ملتزمين بالحجر هذا اللي نحن مسمينه مثل حجر منزلي طوعي، يعني انه واحد قاعد بالبيت بس لتمرق الفتره، فتره تبع الانتشار تبع الذروه تبع انتشار الفيروس، بعد منها الامور ان شاء الله بتتحسن بشكل تدريجي. مثل ما قلت يعني الحكومه السوريه عم تقوم بجميع الاجراءات الاحترازيه والوقائيه للتصدي لهذا الفيروس، بس باقي هي الاجراءات تنفيذها على عاتق المواطنين وجميع الناس اللي عم يشوفونا، لانه هي المسؤوليه بتكمل من عندك مسؤوليتك. لما انت تستهتر بحياتك وحياه عائلتك فهي مشكله كثير كبيره. يعني الى اليوم نحن عم نناشد يوميا عبر وسائل الاعلام كافه الالتزام بالمنزل هي الفتره. نحن باخر هدول الاسبوعين هي اسبوعين حاسمين يجب الالتزام بالمنزل، يا بتساهم بتفشي هيدا المرض يا بتساهم بحد هيدا المرض، وخصوصا مع الاطفال والعيله. يعني التزم واستغل كل الظروف. خلينا نحكي عن نصائح عامه لجميع الامهات اللي عم يشاهدونا عدم الاستهتار بصحه اطفالهم، كيف فيني استغل نظام غذائي صحي بعيدا عن الاكلات الطيبه والشيبس وعن كل هي الامور الصحيه، خلينا نعزز مناعته للطفل اليوم. تمام. هلا نحن بس بالنسبه للاكلات هي الشيبس والاكلات الطيبه اللي بالسوق وكذا، نحن من زمان بننادي انه هي الاكلات مؤذيه وغالبا فيها مواد تجاريه غير صحيه للطفل. هاي القواعد عامه. بجوز هلا نحن هالوباء هذا اللي صار او هالتعليمات هي اللي صارت او هالجائحه اللي صارت بالعالم كله، لو على حتى على مستوى القوانين انه تسكير واغلاق وكذا، ترجع تذكر الام ببعض الامور الصحيه اللي هي كانت مثلا نسيانتها او متجاهلتها بهالموضوع هذا. تعلم الطفل موضوع النظافه الشخصيه بشكل جيد، تعلمه كيف ينظف ايديه، كيف يليف ايديه بشكل مضبوط، 20 ثانيه نحن قلنا بما فيها تشمل المعصم وتشمل تحت الاظافر بطريقه معينه، موجوده الافلام كلياتها موجوده وين ما كان، ممكن ببساطه تتعلمها الام وتعلمها للطفل. موضوع الدخول للحمام والخروج منه ضروري، موضوع الالتصاق الكثير كثير الوثيق او القريب مع اخواته مع باقي الاطفال، هي كلياتها هي الامور كانت تنشر الرشح والقريب اكثر يعني من زمان. يعني هذا دكتور برات المنزل تماما كمان. وحتى الالعاب دكتور كمان لازم ننظفها. بيخطر لي هون شيء اساله انه هلا كلنا ماسكين الكلور وعم نعقم نعقم نعقم، خلينا نحكي عن مضار هي المواد. نحن لازم نعقم ولازم نغسل ايدينا بالماء والصابون، بس ما في شيء بيعلى على الماء والصابون. المواد الزايده وقد ايه بتاثر كمان على الاطفال طبعاً. وعلى تنفسهم وعلى والله صدر. يعني هلا نحن صاير الكورونا الحمد لله عندنا نحن 16 حاله لهلا وقليل لحتى عم نشوف حالات انتانات تنفسيه علويه، بس اللي عم نشوفه هلا صار اعداد كبيره من حالات التحسس للمواد للمنظفات. في بعض الامهات بفكروا نحن اذا كثرت نسبه الكلور بالمعقم فهذا الشيء افضل، في منهم يفكروا انه اذا مارسوا التعقيم اكثر من مره فهذا افضل، بس هالروائح هي اللي عم تنتشر هي بتؤذي الطرق التنفسيه العلويه والسفليه، فلذلك نحن لازم ننتبه لهذا الموضوع. نسبه الكلور هي واحد لل يعني هالقد
بأنينة. هلا نحن اذا بدنا واحد على سبعة ولا واحد على تسعة؟ واحد على ايه هي في لغط بين ايه. واحد على سبعة ولا واحد على تسعة افضل هي بيكون. هلا هن اذا نحن في عنا نحن استخدامين في كلور المركز وفي الكلور التجاري اللي بيستخدموه للمنظفات. اذا بدنا نحن نستخدم الكلور تبع المنظفات لازم نحط فنجان قهوه، هذا بيجي حوالي 50 ملي للتر المي. يعني انا اذا بدي اجيب قنينه المي اللي بنشرب فيها عاده هي قنينه بقين او كذا، هي فيها لتر ونص، لازم نحط فيها فنجان ونص حوالي 75 ملي من الكلور، بتصير نسبه كافيه لا تعطي روائح هيك مؤثره او مزعجه للطرق التنفسيه وبتعطي التعقيم اللازم. نعم دكتور، كمان عم يسالونا بالكنترول عن خلط المواد، عم يخلطوا فلاش مع كلور وديتول مع كحول طبي، خلينا نحكي هذا الشيء غلط ولا صح؟ وخلط المواد ممكن تكون مؤذية للجهاز التنفسي وحتى لنا كلنا يعني. تمام هلا خلط عدة مواد مع بعضها بشكل أبخرة أحيانا سامة، يعني الفلاش والكلور هذا شغلة مو بيساوي أبخرة سامة للجهاز التنفسي، وأي واحد بيستنشق هيك شيء حيصير معه ما يسمى ذات رئة استنشاقية. خلط المواد ما له فائدة. نحن بالدراسة على هالفيروس هذا المستجد لقينا أنه هو الكحول بنسبة 60% وطالع يقضي عليه، والكلور بهالنسبة اللي حكيناها هي اللي هي ما حسب الكلور انه كان تجاري ولا الكلور المركز 50 ميلي لكل 1000 ميلي او لتر، هذا بكفي للهي. فانا ما في داعي اخلط الامور بعض، خل وفلاش ما في داعي، ما في داعي خلاص هذا بس. معقم يقضي على الفيروس بدراسات مثبته يعني. هذا فنحن نستخدم ممكن هذا الكلور بما قلنا او الديتول كمان. نعم. او الديتول فينا كمان بس حسب الديتول في دراسه عم بتقول انه هو ما عم ياثر على قاتل البكتيريا وليس فيروس، انه ما بياثر على فيروس. نحن بدنا معقم يكون اساسه كحولي او ماده الكلور بتاثر على بالطبقه البروتينيه تبع الفيروس بتقضي عليه. بس كمان يوصى بالديتول لانه هو مطهر للجراثيم داخل المنزل كمان. هلا الديتول مات يعني بشكل عام ممكن، بس نحن عم نحكي هلا على هذا اللي ممكن نحن نحصل امورنا بالكلور بهالنسبه اللي حكيناها، بس بالمي والصابون. والمي والصابون للايدين طبعا للإيدين. يعني انا بتفاجئ في كثير عالم مثلا ماسك لابسين كفوف بالطريق وماشيين، هي الكفوف انت كانك عم تنقل الفيروس للبيت تماما. انت اذا مجرد ما غسلت ايدك 20 ثانيه احسن من الكفوف. في حركات لا اراديه هي للوجه بتاخذ الكفوف احتياط وتتعامل مع الكفوف كانه ايديك بتغسله بشكل هلا هو نحن اذا هو حاطط اذا كنت خارج المنزل اذا عاملها هيك مشان ما انا احط ايدي اللي فيها كفوف هي حالة وقائية مطلوبة في بعض الأعمال لأنه في كتير عالم شغلة بيتطلب الاحتكاك مع الآخر بشكل كتير كبير، فالوقاية لازمة. نشكرك كتير دكتور وائل الدغلي أخصائي أطفال على وجودك معنا. إن شاء الله هيك بالختام نصائح أخيرة لجميع الناس اللي عم تشوفنا. يعني هلأ النصيحة هلأ الذهبية تبعهم أنه ابتعدوا عن التجمعات، هاي النصيحة الذهبية يلي ممكن نقولها هيك باختصار وبشكل سريع، الابتعاد عن التجمعات رجاء. يعني حتى بالبيت ما في داعي لاستقبال الزيارات واستقبال عائلات وكذا، خلينا بالبيت مثل ما قلتي حضرتك فترة هالأسبوع أسبوعين، إن شاء الله بتكون الأمور بخير وإن شاء الله. يا رب. نعم دكتور وائل نحن كثير بدنا نتشكرك ونتمنى من كل الأمهات والأطفال يلي عم يحضرونا أنه يلتزموا بكلام الدكتور، ودائما إذا شكوا بأي حالة رجاء أنه هن يتواصلوا مع أقرب طبيب أو تماما يعني ما يسكتوا عن الموضوع. عم نشوف كثير عالم هن عم يخافوا لا خلص هلأ بطيب هو جريب عادي، لا يا جماعة راجعوا الطبيب. نحن بس نهاية مديرية صحة دمشق حاطين خط ساخن وعليه أرقامنا نحن كأطباء، ممكن أي واحد تصل على الرقم الساخن ما نتذكره ممكن نحطه لاحقا. الخط الساخن هو بيعطينا رقم، بيعطوكم رقم الهاتف تبع الطبيب يعني بالنسبه للاطفال انا بجاوب عليه. نعم باي عارض موجود هذا على المواقع بالفيس وموجود على الفيس. نعم شكرا كثير على وجودك معنا اخصائي اطفال، شكرا كثير لك.